السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي وصفات رؤية. اليوم غادي نقدموا واحد العصير اللي هو ساهل وبنين وصحي في نفس الوقت. غادي نبداو على بركة الله. المقادير: 3 ديال التفاحات، 3 المعالق ديال سنيدة حامضة، إطرو ديال الماء. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. يلا غادي نبداو على بركة الله. غادي نقيو التفاح ونقيو الحامض. دابا بعد ما نقينا التفاح غادي نزيدو له الماء، نص ديال الكميه ديال الماء اللي هي عباره على اطرو ديال الماء. غادي نزيدو نص ديال الكميه ديالو باش نردوه على البوطه يطيب. غير يبدا الماء يغلى غادي نطفيو عليه، ما نخليوش حتى يطيب مزيان. في هذه الاثناء حنا على ما يطيب لينا التفاح غادي ندوزو للحامض. غادي نقيوه، غادي نحيدو له العظام، وضروري ما يبقى فيه حتى عظم. الا بقى غير عظم واحد غادي يخسر لينا العصير، غادي يرجع مار. لهذا فاننا خصنا نقيوه مزيان مزيان من العظام، وهذه هي النقطه المهمه. والا كان الحامض من نوع الغليظ غادي نقيو غير هذه القشره الصفراء ونحيدو داك القشره البيضاء. انا غادي نوريكم دابا في الفيديو كي ندير، لحقاش حتى انا هذا الحامض شويه عندي غليظه له القشره. وإلا كان من داك الحامض اللي القشره ديالو لاصقه عليه غادي نديروه عادي، غير نحيدو غير العظام. غادي نتبعو دابا في الفيديو. في هاد الاثناء غادي نبقاو نحيدو الحامضه غير هاد القشره ديالها. من بعد هاد القشره البيضاء غادي نحيدوها بوحدها، غادي نديرو غير الحامض اللب ديالو والقشره الصفراء. هاد القشره البيضاء غادي نحيدوها باش هي كدير لينا المروره. هي والعظام كيديروا المروره، اذا غادي نستغناو عليهم. هذا غادي نديرو دابا، غادي نقادو اللب. من بعد ما نقينا اللب ديال الحامضه ديالنا والقشره الصفراء ديالو درناه الطراب ديالنا، غادي نزيدو عليه 3 المعالق ديال السكر. نزيدو شويه من داك الماء، من داك لتر داكشي اللي بقى لينا، نزيدو واحد شويه. غير تبدا الغليه في التفاح غادي نطفيو عليه، صافي ما نخليوش يطيب اكثر من هكا. من بعد ما طحنا الحامض غادي نخويوه فيا والتفاح. غادي نطحنوه بالماء اللي سلقناه به، ما غاديش نضيعوه حقاش كاع الفوائد ديالو راه في داك الماء. غادي نزيدو عليه داك الماء اللي بقى، غادي نبداو نطحنوا فيه. وغادي نكملو هكا، غادي نبداو كنطحنوه. من بعد كنخويه فوق داكشي اللي طحناه، وهاد الماء اللي بقى لينا غادي نخويه، وغادي نبقاو نحركو فيه حتى تيخرج كامل. وغادي نزيد داك التفاح اللي طحنت. دابا غادي نزيدو نخوي داكشي اللي بقى لينا ديال التفاح اللي طحنا. صدقوني هاد العصير كيجي غزال وصحي في نفس الوقت. غادي نبقاو نحركو هكاك حتى ما تبقى حتى شي حاجه، حتى تيبقى غير ديك القشره ديال التفاح وديك الجلفه ديال
الحامض. المهم انا غادي نكمل على هادشي اللي كيبقى لينا في الاخر من بعد ما كنحركو. وهذا هو العصير ديالنا خاتو الغزال وبنين وبصحة وراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا من بعد ما كيبرد وبصحة وراحة. وكنتمنى انه يلقى الاعجاب ديالكم، وتنساوش انكم تشتركوا. شكرا.